رجعنا من جديد في فير بلاي، اخر جزء من حصتنا اليوم. نحكي على ملعب الاولمبي بيرادس باش يغلق ابوابه تقريبا في الايامات الجايه للصيانه، باش ناخذ اكثر تفاصيل على الموضوع هذا، شنو هي الاشغال اللي باش تصير وقداش مده الاغلاق والعوده باش تكون وقتاش، خاصه نعرف انديتنا النادي الافريقي والترجي الرياضي خاصه يحتاجوا برشا ملعب رادس، اكيد تقريبا الملعب الوحيد او عندنا زوج ولا ثلاثه مؤهلين باش يحتفظوا بالمقابلات دوليا واهمهم بطبيعه ملعب رادس. على كل، معنا بالتليفون السيد طارق الفرجاوي رئيس مدير عام الحي الوطني الرياضي، نحكي معاه على الموضوع. سي طارق اهلا بيك. اهلا بيك سلام، مرحبا بيك وبكل الساده مستمعي اكسبرا اس اف ام، مشكورين على اتاحه الفرصه هذه باش نوضحوا بعض النقاط للجماهير والمختلف تبعي معناها الرياضه في تونس. مرحبا، شكرا لك انت على قبول الدعوه. بالطبيعه سي طارق، خلينا نفهموا الساعة علاش باش يكون الغلق نتاع ملعب رادس وقداش باش يتواصل الغلق هذا. هو كل بدايه موسم رياضي ديما ثم عمليه البذر التكميلي اللي هي العشب هذاك يحتاج الى بذر يتم في بدايه كل موسم شهر سبتمبر اكتوبر، بحكم اللي ما عندناش ملاعب اليوم في تونس اللي رادس هو الملعب الوحيد وماشي ضمن ضغط كبير وبالتنسيق مع الجمعيات اللي تنشط فيها اساسا في تونس الترجي والافريقي والجامعه التونسيه والرابطه، قمنا بالتنسيق معهم وتم تاخير عمليه البذر هذه المفروض تكون في شهر سبتمبر الى نهاية موعد مباراة المنتخب الوطني اللي هي باش تكون نهار 16 باش تاخو عملية البذر اللي هي تقريبا باش تاخو حوالي 30-45 يوم ويستأنف نشاطه إن شاء الله، خاصة أن المنتخب الوطني وقتها يبدأ ماهوش في تونس. ما كانش ينجم يكون قبل خاصة كانت البطولة واقفة ولازم في سبتمبر بالضرورة، فما هو مرات يقولون نشبيكم في الصيف عملية البذر هذه العشب راهو كائن حي ما ينمو كان خيل عنده وقت معناها مع الطقس وما يتزرعش في الصيف، راه كيما معناها هذه الفنيين والمختصين يقولوا هذه عملية تصير في كل ملاعب العالم أو في كل الملاعب في كل ملاعب العالم أو تشوفوا ملعب ما يقفوش مثلا في الأوروبا مثلا بطولات الأخرى خاطر تبدأ عندهم ملعب واثنين وثلاثة، احنا للأسف نحسوها لأنه اليوم عندنا كرات فقط، يعني لو جاي عندنا ملعب آخر ما فهمتنيش سي طارق، مثلا نقولوا ناخذوا إكزومبل ليفربول ماتشواتها ديما تلعب في نفس الملعب معناها ما يقفش معناها في سبتمبر ولا في اكتوبر معناها لا عندهم وقت في الانفيلد معناها البذر اي عندهم وقت وعندهم ملاعب اخرى واثنين نوعيه العشب في حد ذاتها تختلف ونوعيه التجهيزات والتقنيات مختلفه اي نوعيه العشب يمكن اما ماهوش ما يقفوش معناها التجهيزات وتقنيات، يعني انا نقول في دول الخليج عمليه تسخين العشب قاعده تقوم معناها تحت الارض، يعني ثم تجهيزات تقنيه وفنيه اللي ما عادش عنده علاقه لا الشمس ولا بالمطر. احنا اليوم رادس البلوزه نتاعو 20 سنه وتعوزنا الامكانيات الحقيقيه معناها باش يكون مواكب للجينيراسيون 5 الجازون الحقيقه معناها امكانياتنا متواضع ياسر، نحاولوا نقدموا معناها خدماتنا للرياضه التونسيه، اليوم هذاك الملعب الوحيد هذاك اللي ديما نقولوا ان شاء الله ينطلق اشغال المنزل في اقرب وقت وان شاء الله يكون عندنا ملعب اخر معناها يعاوننا ويكون عنده مطابق المواصفات ويكونوا ملوكي. هو ظهر لي حتى المنزه تعقدت شويه الامور فيه ظهر لي وطلعوا ما نعرفش اللي كان تعطينا جديد فيه لو كان عندك تفاصيل مسياج ما لا البارح كنا في اجتماع تحت استاف السيد الوزير واللي كان اتصل بالسيد وزير التجهيز باش تتم عقد جلسه في الغرض، هم في مرحله المقاولين طلبوا تمديد وقت لفرز العروض اللي احنا وعدنا قبل كنا ان شاء الله جام في معناها ومازال عندنا تاكيدات هذه من وزاره التجهيز باعتبارها هي اللي تبع في المشروع اللي هي به ان شاء الله معناها جام في فيدريك الثلاثي هذاك باش تنطلق الاشغال في مرحلة الأخيرة ومتقدمة جدا معناها ما نحبش نعطوا وعود مرة أخرى أكثر من هكا، لكن نقول نهار الاثنين القادم أو ثلاثة ثم اجتماع باش يشرف عليه السيد وزير الشباب والرياضة والسيد وزير التجهيز والإسكان للنظر في المشاريع هذه الكل المسبح والملعب الأولمبي المنزل وأيضا حتى رادس اللي نحاولوا نعتنيوا به باش ما نوصلوش للحظة أنه يسكر، وهذه مناسبة نحب نقول مسألة الغطاء البلاستيكي اللي يتحطوا عليه وسيسقط قطوه يتداعى او ما ماهيش موجوده. بس عليه يعني خلينا فقط نكمل مع المنزه وبعد نرجع لك للسقف نتاع الملعب. بالنسبه للمنزه ما اسمعت اخبار تقول انه اعاده تصليحه معناتها بحق ملعب اخر، هل هذا صحيح ولا لا؟
الحقيقة ما همنيش مؤهل باش نجاوبك على جبهة لي، فقط سما وزارة التجهيز هي اللي تشرف على المشروع. لا لا معناش ما سمش حتى شخص يقول لك ملعب آخر ملعب آخر، معناها حسب مواصفاته وحسب إمكانياته، لأنه الاعتمادات المالية متاعه ولا مرصودة هي بين التجهيز والمالية، وهم اللي قدروا يعملوا ملعب آخر أو يصلحوا أو يزيدوا. وفي نهاية الأمر رمزية ملعب الأولمبي المنزه وتاريخيته في ذاكرة التونسي وذاكرة الرياضة التونسية في تقديري غالي. اي نحبوه نحبوه برشا صحيح. بالنسبة للسقف ملعب رادس يا طارق شنو الحكاية؟ هو ملعب رادس كي تم انجازه في عام 2001 ثم معطى يقولوا انه السقف هذاك معناها يلزمه يتبدل خلال 20 او 25 سنه، اللي هو الحقيقه عندنا احنا قمنا بعمليه اختبار فني عليه منذ عامين واخذنا فيه شهاده صلاحيه ومطابقه، يعني لو كان ثم خطر داهم راهو الخبراء مدونا به. في نفس الوقت هذا احنا راسلنا وزاره التجهيز وهي اليوم تشرف عليه وقاعده تتبع في ملف الاختبارات نتاعو من اجل العنايه به، معناش خطر نتاع السقف شي فيه. المعلومه اللي عندي سي طارق تقول مده صلاحيه السقف نتاع ملعب راس 20 عام، وعندك 5 سنين اضافيه ما لازمكش تفوتهم. احنا من 2019 خذينا مقرر من رئاسه الحكومه لصيانه الملعب الاولمبي بيرادس. ووزارة التجهيز اليوم في إطار إعداد ملف مرجعي، راهو الناس ما نحبوش نعقدها عليهم، لكن راهو باش تمس أنت ملعب منشأة بذلك الحجم راهو تحتاج إلى أمثلة هندسية وإلى متابعة واختبارات تأخذ وقتها. شفت أنت في المسبح والملعب الأمس اختبارات أحيانا تبقى بال 24 شهر وب 36 شهر، قاعدين نسرعوا حارسين عليه، وإن شاء الله نهار الاثنين بعد اجتماع السيد وزير الشباب والرياضة والسيد وزير التجهيز تكون لنا عندنا معطيات وجدول كافي للمنزه المسبح الاولمبي بالمنزه والمسبح الاولمبي بيرادس وايضا بالقاعات الرياضيه وايضا بملعب رادس. المهم نطمنوا الناس اللي باش يمشيوا لرادس لا قدر الله ما تصيرش كارثه ولا حاجه. لا لا باذن الله ما نصير كان الفرحه، ونخلوا التونس يستمتعوا بالرياضه نتاعهم ونقفوا لبلادنا الناس الكل، معناها من اجل انه نسترجعوا على الاقل المتنفس الوحيد لشبابنا ولولادنا، وتونس في المحافل الرياضيه متميزه وان شاء الله ديما متميزه، واحنا حريصين على سلامة الناس وعلى أنه سمعتنا تبقى عالية، وإن شاء الله نشوفوا ملعب آخر أو مدينة رياضية أخرى كبيرة في تونس. إيه هذا كان ستار باش نصلحوه، قعدنا قداش من عام خلي باش نعمل واحد آخر. مرات البني أسلم تصليح، احنا ما نحبوا نجاوزوا سياسه الترقيع ونوصل المساله معناها في العمق انه نصلحوا على قاعده مش نرقعوا. موضوع كبير لازم سياسه الدوله اصلا تكون مهتمه بالرياضه. احنا كمؤسس حي وتر الرياضي وزاره والاعلام نقوموا بالتحسيس ونقولوا الحقيقه ونخاطبوا الناس بصراحه، ربما نقول احنا تكون هذاك مؤشر اول باش على الاقل الدوله تعرف الرياضه هي اليوم هي السفير الحقيقي لتونس ودربها وشبابها. والحاجه الوحيده اللي قاعد تفرح التونسي في البلاد. ان شاء الله نكونوا في مستوى تطلعات التوانسه ونخدموا الرياضه بكل ما اوتينا، واحنا ضحينا في ملعب رادس راهو معناها باش نعملوا كعمليه البذر، نتذكر انا وانت عملناها في 20 يوم وتحملنا برشا تعب وناس ما ترقدش 24 وانا اليوم نقول 45 يوم او 30 يوم وان شاء الله اقل، لانه مستعدين نخدموا من الصباح لليل. انا نقول لك حاجه، راهو ملعب اولمبي برادس راهو قاعد يحضر فيه 4 أو 5 مقابلات، يعني في الاسبوع قبل 4 أو 5 حصص. برشا عليك حتى مسكت كان هو، واحنا اليوم من وضع وطني ما نجموش نسكروه قبل، لانه وضع عندك منتخب وطني وعندك الترجي وعندك مصر وعندك الترجي، معناها الضغط راهو كبير علينا برشا، يتمنى الاراده ما يتحملش الاربع حصص، وكل ما يجيك فريق طيب يلزم الحصص التدريبيه نتاعو قبل والمنتخب الوطني يلزم حصصه. بالتالي احنا ان شاء الله نقولوا نحاولوا نأدي واجبنا بالحدود الامكانيات الموجوده واكثر وان شاء الله ناجحين. ان شاء الله يعطيك الصحة. شكرا لك سي طارق على كل هذه التفاصيل والايضاحات اللي مدتنا بها بخصوص ملاعب رادس وكذلك المنزه. ان شاء الله نشوفوا المنزه على قريب، وان شاء الله كيف رادس كيف نشوفوه في احسن صورة. شكرا على يا باشا في الاخراج، ادم المد في الاخراج الرقمي، اجمل تحيات، تسلم.